مدام عزيزة. خمس دقايق ويكون هنا. بقالك خمس ساعات تقولي لي خمس دقايق. ما كنتش عارفة انه هيتأخر قد كده عند العروسة. هو في افراح بالنهار؟ لا طبعا. امال بيعملها شعرها بدري كده ليه؟ اصل العروسة مسافرة بالطيارة. طب ما هو شعرها هيتبهدل تاني. هتبقى لابسة طرحة. ومسافرة بيها؟ اصل عريسها مش في البلد. ورايحة له؟ اهلها يا ستي كتبوا لها غيابي. وهم اللي هيوصلوها المطار بفستان الفرح. وهو منتظرها في مطار روم. هو العريس طلياني؟ لا ابن عماه بس بيشتغل هناك. طب ما ياخد اجازه ويجي يعمل الفرح ويفرفش اهله واهلها بدل مش حنوها زي شنط السفر. محدش عارف ظروف الناس. هو اخوك هيوصلها المطار ولا ايه؟ خمس دقايق ويكون هنا. مش باين ضروري هيوصلها المطار. مش معقول طبعا. يا دوب يوضب لها شعرها ويجي يشوف شغله. المفروض كده، انا بيجي له مخصوص من اخر الدنيا. احنا كلنا تحت امرك وفي خدمتك يا ست فريده. طبعا طبعا بس انا ولا شغلي مش عاجبك؟ ما اقصدش، انا بس اتعود على اف ام. ايديه مزيكا مفيش كلام. عشان كده مسمينه اف ام. هي جات لوحدها. هو اسمه الاصلي فؤاد مفتاح والشهره اف ام. مزيكا مفيش كلام، بس هو فين؟ خمس دقايق ويكون هنا. السلام عليكم يا محترمات. وعليكم السلام، اهلا. فؤاد فين امال؟ خمس دقايق ويكون هنا. يبقى مش جاي. مالك يا زوجي العزيز؟ مطلوب القبض على فؤاد حالا. يا لهوي يا ماما، في ايه؟ لا مفيش، بس الست حرامنا بتتخض من اقل حاجه. انت يا ربيع هيسجن اخويا ليه؟ حاسب الست الاول يا عزيزه. يا حبيبي يا اف ام، سلمي لي عليه وقولي له فريده مخصماك. نعيمه نهان، ما تخلي. ميرسي، ارفوار، مع السلامه. ايه يا ربيع، اخويا فؤاد عمل ايه؟ وانا نازل من البيت عشان اطلع بالتاكسي لقيتها في وشي. هي مين؟ الست انهار. ام خطيبته؟ ام ناديه خطيبه فؤاد وبنت الست انهار. المهم حاصل لها لطش. يا ساتر. اه، عاوزه تعرف ايه اللي مأخر الجواز لغايه دلوقتي؟ طب ومالها متصربعه كده؟ هو الجدع هيطير؟ عايزه تطمن على مستقبل بنتها، بقالهم سنتين مخطوبين وهو عمال يمقتل ويسوف. حرام كده يا عزيزه بنات الناس. فين متاخر يا مدام؟ حالا يا مدام، حالا. خمس دقايق ويكون هنا. ممكن افهم ايه اللي بيضحك ده في كلامي؟ لا، اصل افتكرت مثلا كنت دايما بسمعه من امي. الله يرحمها. لو صبر القاتل على المقتول ما كانش قتله. طب وايه اللي دخل المثل ده في موضوعنا يا فؤاد؟ تقصد ايه؟ ومين القاتل ومين المقتول؟ اتفضل شوفي. ايه ده؟ دي اخر كمبياله كانت عليا للشركه اللي جبت منها ادوات جديده للمحل. مبروك يا فؤاد، الف مبروك. الله يبارك فيك يا نادي. يعني لو كانت الست والدتك صبرت عليا وما قومتش اخت وجوزها عليا كانت عرفت مني السبب. انا عايزه اطمن على بنتي. سنه واكتر خاطب وشابك، وكل ما اسالك على الفرح تقول لي بعدين بعدين. ما هو كان عاوز يسدد اللي عليه قبل الجواز. هم بالليل وما زال بالنهار. الجواز؟ الدين يا ناديه. الحمد لله انك ما بقتش مديون. وادينا هو جاي لكم على رجليا وعاوز اتجوز. اعمل لك شاي؟ شاي ايه يا ناديه؟ استني بس اما نشوف هنتجوز امتى عشان بالمره تعملي العشاء. الخير كتير، سخني العدس يا نادي. عدس ايه يا ماما؟ الله، بموت في شربته. اتفقوا انتوا بس وانا هعمل لك عشوه تعجبك. قولي لي بقى، تحب الفرح يكون امتى؟ مش تتفق الاول مع المعلم عباس؟ المعلم عباس جوز امها، انما انت الخير والبركه. المعلم عباس اكتر من ابوها. ده لما اتجوزني كانت ناديه ما كملتش اربع سنين. اه، بس ما هو مفيش كلام تاني هيتقال وياه. انا اتفقت معاه ودفعت المهر ووضبت الشقه واستكملت معدات المحل،
الباقي عليكم انتوا بقى. طب مش تدينا فرصة نجهز احنا كمان؟ فرصة قد ايه يعني؟ اقل له سنة. سنة؟ امال كنتم مصربعين لي ليه؟ وعملتوا له الليلة عند اخته وجوزها ليه؟ بتعلي صوتك عليا؟ فين المعلم عباس؟ يجي يشوف اللي هياخد بنتي ناقص يضربني. في ايه يا فؤاد؟ تعالي يا اختي اتفرجي وتعجبي، اديله الكبسة اللي في ايدك دي يكسرها على دماغي. حصل ايه بس؟ إذا كان من دلوقتي بيعمل كده، أمال لما يكتب ويملى إيده هيحصل إيه؟ لا يا حبيبي إحنا لسه على البر. بر إيه والنهر إيه يا ست أنهار؟ أنت بتتريق عليا؟ ده أنا بابايا ومامايا سموني أنهار عشان نزلت من هنا والرزق ورايا بحور بحور. بحور بحور، إحنا كمان غرقانين في خيرك ومش ناكرين. أيوة ما هو كلكم وتعلي صوتك عليا كوم. مش كده يا ماما، أنت هتعملي زي الحموات بتوع السيما. أبدع وأحسن ناس. مالها الست مريم منير ولا مالها الهانم علوية جميل؟ بس اللي بيعملوه في الأفلام حاجة وشخصياتهم الحقيقية حاجة تانية. عشان اللي واخدين بناتهم مؤدبين ما بيعلوش عليهم الصوت. هو اللي طالب بحقه في الزمان ده بقى مش مؤدب؟ أمال ديمقراطية إيه وحرية إيه بس؟ خد ديمقراطيتك دي زي ما أنت عايز، بس ما تعليش صوتك على اللي أكبر منك. لكن أنتِ مش أكبر بكتير. أنا بيني وبين نادية 14 سنة وكل اللي شفنا يفتكرنا إخوات. أنت وأمك؟ يعني حضرتك من دوري بقى؟ فرق بسيط. يبقى علي صوتي. خد راحتك يا أخويا. اتفقتوا يعني؟ أنا بقول كفاية شهرين. شهرين بحالهم؟ قولي لها يا نادية، أنتوا هتجهزوا القان ده؟ ده الحكاية أوضة نوم وطقم صالون ودول يجي في يوم. ايوه بس لسه التنجيد ولوازم المطبخ والرفايع. لا هما شهرين كويس. مستعجل قوي كده ليه يا فؤاد؟ خلاص خليها سنه زي ما قلت. ما تزعليهوش بقى واعملي اللي هو عاوزه يا ماما. ربنا يهديك يا معلم عباس. يا دي المعلم عباس، الله، هو اللي هيتجوز ولا احنا يا ناس؟ المجله دي بتقول ان الواحده مننا في امكانها تجوع 72 ساعه، يعني 3 ايام. وليه كده؟ حرام يا مدام. علشان يبتدي الدهن اللي في الجسم يتحرق. بدل ما نعذب نفسنا 3 ايام نحاسب وما نلغش ونخاف من النشويات والحلويات. ما اقدرش، مهما باكل بحس اني جعانه. كنت كده الاول لكن حليت المشكله. قولي لي ازاي؟ شغلت عقلي وخليته يقول لمعدتي ان اسناني هتتعب. بس انا بقى معدتي عارفه ان عقلي كذاب وبيضحك عليها. ما هو لازم الست تحافظ على وزنها وبشاقتها وما تاكلش الا الكميه اللي تكفيها بس عشان تقدر تدافع عن نفسها. ضد ايه يا سي فؤاد؟ ضد جوزها عزيز. عندك حق يا اف ام، اوقات كان بيتهيألي اقطع جوزي السابق بسكينه المطبخ. ما يستاهلوش يا حبيبتي تودي روحك السجن عشان حته راجل. عمايله بتجنني. اطلعي معاه برج الجزيره واحدفيه من غير شهود. عايزه تغرميها 2 جنيه رسم الدخول عشان حته راجل. مصيره يرجع لي ويندم بعد الرجيم. رجيم ايه ده؟ ده انت حتى خسته خالص. ما ابني يا مدام عزيزه ده هيتسد نفسه. عارفه لو شافك بالتسريحه دي ايه رايك يا مدام؟ هايله تسلم ايدك. ما تخلي. متشكره. اخبار يا اف ام؟ روبوار مدام، انست وشرفتي. اللي سماك اف ام عنده حق يا فؤدس. صحيح؟ طبعا كلك مزيك. فنان في شغلك وايدك بتعزف مش بتسرح. شعرك مساعدني اوتار بعزف عليه. ما تخلينيش اتغرف نفسي. اتغرز زي ما انت عايزه. من حق الجمال. ارفع مناخيره لفوق لفوق. نادية! نادية! ايه مالها نادية؟ ايه اللي حصل؟ وراها. طب بقول لك ايه؟ كملي انت السيمفونية، قصدي شعر ست فريدة على بال ما ارجع لها حالا. نادية! نادية! مالهاش حق نادية تطردك وتقفل الباب في وشك. لا انا اخويا ما يتهزقش ابدا. جريت وراها بعد ما خرجت من المحل. حصلتها عند الاجزخانة اللي في اخر الشارع. يا دوب بفتح بق عشان اكلمها لقيت التاكسي اللي شاورت له وقف لها نطت فيه زي المرأة الخارقة. قصدك البهوني هومن؟
قلت اركب وراها راحت قافله الباب في وشي ويطلع يا اسطى. وطلع القسطه. فتحت عيني وغمضتها لقيت التاكسي فص ملح وداب. استاذ ذوق اعصابه من حديد. يا سلام، كنت عايزه يضرب اخويا؟ انا لو ده حصل في التاكسي بتاعي ولقيت واحد متابع بنتي بريئه زي ناديه انا ما كنتش هسكت. انا بقى اللي مش هسكت على الحكايه دي ابدا. ما بلاش تشعلي ليها يا عزيزه. يعني ايه بلاش تشعلي ليها يا عزيزه؟ يعني لو فؤاد اخوك انت كنت انت سكت؟ الله، ما برضه اخويا يا عزيزه شرعا وقانونا. ايوه برازر ان لو طبعا اخوه في القانون، وده من خلالك انت. خلاص يبقى لازم تثور لكرامته، لازم تدافع عنه. اللي يؤمر بيه انا مستعد اعمله. اردها لك ازاي يا فؤاد؟ مين ناديه؟ لا كرامتك. صلحوني عليها. كرامتك ناديه يا اخي. انت اكيد اتجننت يا اف ام. ليه بس؟ بقى تطردك من التاكسي وتقفل الباب في وشك وعايزنا احنا اللي نصالحها؟ بحبها يا عزيزه بحبها. انتوا بالطريقه دي هتخسروا بعض. ناديه ما غلطتش يا عزيزه، هي اللي فهمت غلط ان انا بعاكس فريد، خدت على خاطرها وغبت، بتحبني بتغير عليا. كل ده وارد، بس خطيبتك لازم تعرف من دلوقتي انك راجل محتاج ولازم تحتاج. لا انا ما احتاجش ابدا. تحتاج ده ايه؟ تحتك. تحتك بالكاف مش بالجيم، تحتك من الاحتكاك. هو انت مش قادر تنسى انك كنت مدرس عربي قبل ما تسيب الحكومه وتشتري تاكسي؟ البركه في الدروس الخصوصيه. مش وقته يا عزيزه. سيبيه يشرح يا عزيزه. بقول انك بحكم صنعتك راجل محتك، ولابد يكون ليك علاقات طيبه واحتكاكات مستمره بجميع الزبونات باختلاف الاعمار والسنوات. وناديه لازم تعرف انك انت شخصيه مش عاديه. ايوه، وليك مركزك في الهيئه الاجتماعيه. طب صلحوني عليها وانا افهمها، بس ما تنامونيش الا ناديه وهي مخصمان، والا بصراحه بقى مش هيجيني نوم خالص. عين وصابتهم، واللي حصل ده خد الشر وراح. وهو يقدر برضو على زعل ناديه؟ ولا هي تقدر تزعله ابدا. ما يهونوش على بعض. ربنا يسعدهم ويهنيهم ويخليهم لبعض. اعتذر يا فؤاد. بردون. اعتذر بالعربي. حقك علي متاسف. الله ضحكت. ضحكتك حلوه قوي، بتجنني. ما دام ضحكت يبقى صافيه لبن. ربنا يتمم بخير. يلا يا اختي شد حيلهم بقى، خلينا نخلص. للدرجه دي زهقانه مني؟ مش قوي، بس عايزاكي تهويني بقى، خليني اروق واشم نفسي. ما قلتيش كده لاخواتي سلوى ونجيه ليه؟ من ورا قلبها طبعا. لا انا عارفه هي عاوزه تخلص مني ليه. قلبها عليا ونفسها تسعدني. بصراحه المعلم عباس موعدني اول ما نفضى والروق هياخدني معاه رحله لاوروبا. اوروبا فرصه برضو عشان تجيبي لي شويه معدات حديثه للمحل. المحل مستكفي يا اف ام. ما بلاش حكايه اف ام دي، دي بتسمعها من هنا وجدتها بتتلبش من هنا. اللي سماك اف ام عنده حق يا فقدس، كلك مزيكا، فنان في شغلك، وايديك بتعزف مش بتسرح. زبونه، ما هو برضه الواحد لازم ياخد ويدي مع الزباين. طب اف ام وعرفناها، ايه بقى حكايه فقدس دي؟ ده اسم الدلع بتاعي. وهي ليها ايه عندك عشان تدلعك؟ ملهاش حاجه عنده طبعا. الست دي مش عايزاها تخش المحل عندك خالص. لا ده انت غيره قوي. اتقال يا بنت ما تبقيش هبله. بتحبني؟ بتغير عليا؟ بتحبني يا اخواتي؟ بتحبني؟ اعمل ايه؟ بونجور يا فقدس، وحشتيني. يلا وام، احسن انا مستعجله. ايه ده؟ مالك؟ اصله بقاله يومين ما بيشتغلش. سلامة ايدك، رابطها ليه؟ دراعه اتحرقت يا حرام، الف بعد الشر. اصله شقي وبيحب يلعب بالنار. ما تبقاش تلعب تاني بالنار يا فقدس. اهلا يا نادي. خطيبتي. هنتجوز الاسبوع اللي جاي. هو مستعجل على الجواز كده ليه؟ لا ده احنا بقالنا سنتين مخطوبين ومشبوكين. ربنا يكون في عونكم. تحب اعمل لك شعرك؟ معلش بقى يا حبيبتي، هستنى لما يخف ويتجوز ويرق لي. ما تاخذنيش يا عروسه، اصل هو الوحيد اللي فاهم ذوقي وتسريحتي. حظي بقى. باي باي يا فقدس.
في كوافير في الشارع اللي جنبنا، ابقي روحي له احسن. ان شاء الله لو قعدت تطفشي زبونه ورا زبونه هنقفله. مش كل الزبونات مايسين كده. نهاركم سعيد. اهلا وسهلا. اتفضلي يا هاني. شعر ولا دق؟ ده احنا الظاهر هنقلب المحل رجالي فعلا. انا اشتريت لك شريط مزيكا فرانكي. على الله يعجبك يا اف ام. انا متاكد انه هيعجبني ما دام انت اللي اخترتيه. يعني اقعد انا في البيت بوزي في بوزك؟ ليه؟ هتبطلي شغل؟ في حاجه في السكه؟ المفروض بقى ما دام هبقى عواطليه. انت ايه اللي يغصبك على كده؟ هقص للرجاله شعرهم. ايه المانع؟ وانت ما تزعلش. اكل العيش يحب الخفيه. تبقى ما بتغيرش عليا. ده انت مش مضايقك في خطيبه اخوكي الا جريتها العاميه. مش لدرجه انها تشقلب كياننا وتقلب المحل رجالي. هي كلها صنعه. ما بفهمش فيها. تتعلميها. ما بتعجبنيش، ما فيهاش فن. شعر الحريم هوايه، ابتكار، اشكال، فرم. حولي التخصص. خليه ضوافر. ضوافر؟ اه. فؤاد يقص الشعور وانت تقص الضوافر. ايدين ورجلين طبعا. اهو ده الفن ولا بلاش؟ وانت تقبل ده كله على مراتك يا راجل؟ خلاص اقعدي على الكيس وامسكي الاداره الماليه. كل ده ما يعوضنيش عن هوايتي الحقيقيه. اي شغلانه تكسب مش عيب. هو انا اساسا كنت سواق تاكسي ولا فؤاد كان كوافير؟ اذا كنت انا ولا هو احنا الاثنين عندنا شهاداتنا. هو دبلوم صنايع وانا دبلوم معلمين. لكن الشهادات عملت لنا ايه؟ اشتغلنا الصنعه اللي ورثناها عن اجدادنا. الحمد لله الميه جريت في ايدينا وبقينا عال. عينك خليك معايا هنا. ولا معاك؟ اه معايا. ولا معاها؟ هي مين دي؟ اللي قاعده على الترابيزه اللي جنب الشباك وعينك هتتخزع عليها من ساعه ما قعدنا. اولا دي معاها جوزها. يعني لو ما كانش معاها كنت ما كنتش. ثانيا ان ايه؟ مدي انا ضهرها يبقى هبص على ايه؟ على شعرها. يمكن بتعمل عليه دراسه. ياه للدرجه دي بتغيري عليا؟ مش هتقول سايب الاكل بتبص على ايه؟ على الجرسون. عاوز ايه؟ مكرونه تاني؟ عجباني. ده انت واكل طبقين. عريس بقى وشهيتي مفتوحه. الهنا والشفا. مش مصدق ان الحنه بعد بكره. بس انا مش هتحنى، ما بحبهاش. والدتك تزعل. ما هو مش معقوله يدهنوني ايديا بالبويه الحمراء دي وافضل اسابيع لا اعرف اكل بيهم ولا اشرب. اوكلك انا بايديا واشربك. ليه؟ هو انت مش هتتحنى انت راخر؟ ولا خايف على شعر الست فريده؟ وخلاص بقى لا فريده ولا غيرها. انا خلاص قمت باجازه وسلمت الشغل العزيزه طول شهر العسل. طب كل بسرعه بقى لحسن اتاخرنا قوي. امالهم عندك ايه بقى؟ لسه هيحاسبوكي؟ المعلم عباس منبه على ماما ترفض اي مقابله بيني وبينك ايام الخطوبه. بكره هريحك من معلم عباس ورزالته. وربنا يقدرنا على اسعادك يا حبيبتي. ويقدرني انا كمان يا حبيبي. الله حلوه قوي كلمه حبيبي دي. طالعه من بقك زي السكر. قوليها تاني. عاوزين نمشي. كل بقى. الحمام المشوي. الله ريحته تهبل. هو ايه؟ الذره. عندك مكان لسه؟ اصل بحبه. ده انت واكل 5 كيلو مكرونه. ايه هننق من دلوقتي؟ الوقت راح يا فؤاد. الحمام المشوي. نفسي فيه؟ ما تخليش نفسك في حاجه يا حبيبي. الله طالعه من بقك زي العسل. عايز اروح. يلا بقى. يا ايه حبيبي؟ المشوي الحمام المشوي. Thank you.
قدام باب الكازين. صحاب الكازين ما عجبهمش، قالوا لي ما تقعدش هنا. الكلام ده كان من اسبوع. نقلت من مكاني وقعدت على الرصيف التاني. ايه اللي شفته يا مطلبه؟ الحادثه دي انا شفتها من اولها لاخرها يا بيه. ده انا كمان اللي جريت بعدها وقلت لهم في الكازين. دي شهامه تشكر عليها. المهم شفت ايه؟ عربيه سودا جايه بسرعه مجنونه، خبطت الجدع والبنيه اللي معاه واختفت في لمح البصر. ما لحقتش نمرتها؟ معرفش اقرا ولا اكتب يا بيه. ما لمحتش اللي سايقها؟ بقول سعادتك في لمح البصر، انا ما شفتش غير الاثنين وهم مرمين على الارض. يعني ما كانش فيه فرمله جامده او محاوله للتفادي؟ التفادي؟ عشان ما يصدمهمش. هي ثواني هدت فيها العربيه وطارت. ما كانش فيه حد موجود ساعه الحادث؟ الشارع كان فاضي عليهم وهم خارجين من الكازينو، والليله دي ما اعرفش مالها. ما كنتش بايع فيها ولا كوز. فضلت اقول الحمام، المشوي، الذره. ولما التفتوا ناحيتي وبينهم كانوا بيعدوا علشان يجوا يشتروا مني، لكن اسمتهم سبقتهم. الله يجازيهم بقى. مين دول؟ اصحاب الكازم. لو كان سابوني في مكاني ما كانش المساكين دول عدوا وحصل لهم اللي حصل. بس اقول ايه، مكتوب لهم كده. ايه الاخبار يا عم؟ عرفت عناوينهم وبعت لاهاليهم يا فندم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كنت قاعد في مكاني في أمانة الله. أشوفه دقيقة واحدة يا دكتور. أنا آسف يا مدام، هو لسه خارج من العمليات وحالته ما سمحش إن حد يشوفه. طمني، ربنا يطمن قلبك، ده أخويا اللي ماليش غيره. اهدي أمال يا عزيزة، دلوقتي فوق ونطمن عليه. إمتى؟ إمتى يا دكتور؟ ما افتكرش حد يزوره قبل 3 أو 4 أيام. ليه؟ هو جراله ايه؟ هو انا هقدر ما اشوفوش ده كله؟ انا لازم اشوفه دلوقتي وباي طريقه. من فضلك هنا مستشفى الجامعه الهدوء. لو تسمح يا حضرتك تاخدها بقيت منع من الزعاج. علي عزيزه معايا. انا مش هتنقل من هنا الا ما اطمن على اخويا. قولي الحمد لله، قدر ولطف. مسكين يا فؤاد، هيعمل ايه لما يعرف ان ده اللي انا خايف عليه منه. يحبها قوي قوي يا ربيع. رحمة الله عليك يا نادية. نادية نادية نادية، المكرونة المشوي الحمام. هذا ولم يستدل حتى الآن على السيارة التي دهمت العروسين بسبب جنون السرعة، ولم تعثر الشرطة على أي أثر يقود إلى معرفة صاحب السيارة بسبب خلو الشارع من المارة من جهة والظلام المحيط من جهة أخرى. معقولة شارع زي ده يبقى النور فيه مطفي؟ عشان كانت الدنيا ليل. أمال بيولعوا ده إمتى؟ بالنهار. ده الحال المشاقلب ده يا ناس. ولم يرى الحادث عن بعد إلا بائع الذرة المشوي الذي لم يقدم بأقواله أو يؤخر. جاتوا داهية هو السبب. وهو ذنبه إيه؟ عايز يبيعه بس، ما يهموش إنه يعرض أرواح الناس للخطر. أنت بتقول إيه يا عزيز؟ قعد ينادي المشوي المشوي المشوي، وانت عارف فؤاد اخويا ضعيف قدام اي حاجه مشويه، خصوصا الذره. ريقه جري جه يعديله، حصل اللي حصل وراحت ناديه ضحيه الذره المشوي. على فكره احنا مش واجب برضو نزور امها ونعزي المعلم عباس؟ ايوه لازم نعمل الواجب، ولو اني مش مستحمله اشوفها مسكينه. ربنا يكون في عونها. ولا تزال الشرطة في انتظار إفاقة المصاب لاستجوابه. العجل بيلف ويلف ويلف، مرة واحدة خبطنا، بعدين ما بقاش يلف 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 يلف، لكن شفته ما شفتوش عشان كانت راسي بتلف تلف وتلف وتلف. العربية كانت سودة 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 سودة. عربية معلم العباس سودة 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 سودة، لكن شفته ما شفتوش، ونادية كمان ما شفتوش. أنا شفته مش هو، واحد تاني، مش هو المعلم عباس. معلم عباس معلم عباس معلم عباس معلم عباس معلم عباس. كان مستخبي لك فين ده كله يا فؤاد؟ دلوقتي تشوفيه وتطمني عليه. تفتكر يكون فاق؟ إن شاء الله.
نفسي بقى يخف ويقف على رجليه ويرجع شغله تاني وينفتح المحل وترجع فيه الحركة من تاني. قول يا رب. يا رب. على فكرة المحل ممكن يفضل حريمي زي ما هو، مفيش داعي لتغيير اختصاص دي. ده وقته يا عزيزة، يلا بينا. يلا. لا الحمد لله انت كويس قوي النهارده. انا مش هبقى كويس ابدا الا بعد ما يلاقوا صاحب العربيه اللي المقدم شاكر جاي عشان ياخد كلمتين. هو انا بقالي قد ايه هنا يا دكتور؟ 6 ايام. ولسه المقدم شاكر ما قبضش على المجرم؟ انت شفته يا فؤاد؟ وانا لو شفته كنت هسيبه. ما هو حالتك ساعتها ما كانتش تسمح. خلاص نستنى عليه لما الحاله تسمح. حاول تتحكم في مشاعرك عشان ما تتعبش. طيب اتحكم يا دكتور. حاضر. نعم. العربيه كانت لونها ايه؟ اسود. بعيد عنك. ما تخيلتش بنمرتها؟ ما لحقتش. طيب حاول تسترجع بعض الصور اللي مرت بيك. زي ايه يعني؟ صاحب العربية؟ ما شفتوش كويس. لكن لمحته؟ يعني بسرعة كده. ما بتتشبهش عليه؟ لا ما افتكرش. لا ما تفتكرش انك شفته قبل الحادث مثلا؟ ما اظنش. حد من معارفك؟ من قرايبك؟ معارفي ولا قرايبي هيدهسوني ليه انا وخطيبتي؟ انا ونادية ليه؟ عملنا لهم ايه عشان؟ كفايه كده النهارده لو تسمع. متاسف يا فؤاد، ارجو ما اكونش ازعجتك. دوروا على المجنون اللي عملها وهرب. اطمن بس، شد حيلك كده وان شاء الله المجرم هياخد جزاءه. مهما حسبتوه مش هتقدروا تعوضوني عن خسارتي الكبيره في حبيبتي نادية. مش يخلصوا بقى، حرام عليهم دول تعبوه كده. لازم يسمعوا اقوالك يا عزيزه، يمكن يلقطوا كلمه معينه تساعدهم في التحريات. كان مستخبي لك فين ده كله يا اف ام؟ كل شيء اسمه نصيب. وحشنا اخويا، عايز اشوفه بقى. الدكتور وعدنا اول شرطه ما انتهوا من مهمتهم هندخل على طول. مساء الخير. مساء النور. نعم يا بيه، في حاجه؟ اتفضل. لا شكرا. مش برضه حضرتك الست والده المرحومه ناديه؟ ايوه يا بيه، ودول اخواتها سلوى وناجية. شدوا حيلكم. الشدة على الله يا ابني. يلزم أي خدمة؟ لا أنا في الحقيقة جاي بخصوص المعلم عباس. ماله يا بيه؟ في حاجة؟ يا ساتر اسطب يا رب. اطمئن حضرتك، احنا كنا عاوزينه ناخد رأيه وندردش معاه شوية. بخصوص إيه؟ بعض استفسارات منه. هو كان عنده مشوار عند جماعة قرايبه في البطرسين. طب لو تسمحي أول ما يوصل تبلغيه يشرف عندنا في القسم ويقابل المقدم شاكر عبد العزيز رئيس المباحث. حاضر يا بيه. أنا صحيح كنت معترض على جوازهم في الأول علشان كنت بحلم بأجدع وأنزه عريس للمرحومة نادية. يا صحيح بنت مراتي، لكن ما تقلش في غلاوتها ومعزتها عن كل ولاد الدست. حضرتك مخلف 12؟ ما شاء الله. التلتين صبيان والنص بنات. من زوجة واحدة؟ كانوا ثلاثة قبل الست أنهار. الأولانية توفت والتانية اتطلقت والتالتة على ذمتي. يعني الست أنهار تبقى ضرتها؟ لكن يموتوا ببعض. وما حصلش أي خلاف بينهم؟ في الأول كانت بتحصل شوية حاجات بسيطة، زي ما تقول كده مناوشات. بيغير عليك طبعا. ده طبع الحريم. وعملت إيه بقى؟ فكيت الاشتباك بعد ما بنيت. العمارة الجديدة؟
قعدت الست انهار وبناتها في الدور الثاني والقديمه فوق في العاشر، ولما احس انهم هيجروا شكل بعض اعطل الاسانسير. بقول يا معلم عباس، قول ما تخبيش. عرفت الخبر ازاي؟ كنت قاعد مريح في الدور العاشر، دخلت عليا ام العيال وهي بتقول لي الحق الست انهار بتزعق. طليت من البلكونه لقيت لمه وزحمه قدام باب العماره وصوتها بيعلى ويزيد. نزلت جري طبعا، لسه بحط الشبشب في رجلي لمؤاخذه لقيت الواد شحاته ابني اللي في الثانويه بقاله 3 سنين داخل بينها ويقول البوليس في الدور الثاني. كانوا يبلغوهم الخبر؟ خبر وحش بعيد عن سيادتك. كان بالك قد ايه مريح في العاشر؟ مفيش، نص ساعة. وقبل كده كنت فين؟ كنت في القهوة بتاعتي. يعني روحت بعد ما قفلت؟ انت سعادتك بتسأل كتير ليه؟ عاوزين نعرف انت كنت فين ساعة وقوع الحادث. ليه؟ بتتهموني؟ العفو. امال جايبيني هنا ليه؟ ربما تساعدنا بأي معلومات. انا ما عنديش كلام ينقال. واحد مجنون كان سايق على اخر السرعه وداسه، هتحملوني المسؤوليه ليه؟ بالمناسبه هي عربيتك لونها ايه؟ اسود. ليه؟ لا مجرد سؤال. عجبي. هات لي طلبه يا عمي. يلزم خدمه تاني؟ نص دقيقه كمان. يا بيه القهوه من غيري بتبقى خرابه. حالا هتكون مع زباينك وتعمل لهم الواجب. انا راجل بلاقى كريت يوم وكل ساعه ما بشتغلش فيها بخسر حق طبقه من 3. اهلا يا عم طن، وحشتنا. يعني لو كان صاحبي الكازينو اتساهل وخلاني قاعد في مكان كان هيخسر ايه؟ عم طلبه ده الشاهد الوحيد يا معلم عباس، وكان بيشوي الدره وقت الحادث. وشفت المجنون اللي عملها؟ ما لحقتش ولا تخيلتش بشحنته خالص. انت هتحقق معايا انت راخر. اه سرعة مطلبة، ده نسيب فؤاد المصاب. كان فاضل يوم يتجوز بنتنا. شد حيلك، الله يكون في عونك. هو انت اول مرة تشوف المعلم عباس؟ هيشوفني فين بقى؟ يمكن شرب مرة واحد كان زميل عندك، ولا وقفت عنده بعربيتك وخدت منه جوزين. هفتكر مين ولا مين؟ ده انا حتى عمري ما بصيت في خلقة الناس اللي بياكلوا مني. بقولك ايه يا سعادة بيه المباحث، انا فهمت قصدكم، مفكرين ان راسي ده اتخلص من فؤاد، يعني عايزين تتهموني وجايبين الراجل بتاع الدره ده عشان يتشبه عليا وتلبسوهالي. لكن ابوكم طلع على شونة وما يصحش تعملوا معايا كده. ده انا راجل بتاع ربنا وعندي قلب ولا بفطر بيضة. يطلع مني اللي في دماغكم ده؟ حرام عليكم، سيبوني اشوف شغلي والا هشتكيكم لرئيس مجلس الحي ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى كمان. زي بكره كان فرحي من 3 اسابيع. كل شيء اسمه نصيب. شوفوا هي فين دلوقتي وانا فين. مقدر ومكتوب. كانت بتحبيني يا عزيزة أوي أوي، وأنا كمان حبيتها ولسه بحبها وهعيش بقية عمري هحبها. منتهى الإخلاص. شفتوا الست أنهار ولا لأ؟ الله يكون في عونها، وسطها انكسر من اللي حصل. بيسلمي لي عليها. حاضر يا أخوي، بكرة تقوم بالسلامة وتبقى تسلم عليها بنفسك. كان المفروض تسأل عليك هي كمان، أو على الأقل تبعت حد من إخوات نادية. هما في إيه ولا إيه يا ربيع؟ واللي بستعجب له المعلم عباس. ما تستعجبش على حاجة، ده راجل قلبه حنين ورقيق، تلاقيه ما استحملش منظري وأنا مشطب. اسألوني أنا عن المعلم عباس. في نظرية بتقول
ان الانسان لما يتعرض للخطر عقله في الحاله دي اما يصاب بحاله تبلد كامل، يعني ما بيبقاش دريان باللي حصل، او العكس تماما، يشعر بنشاط قوي يخليه قادر على جمع كل كبيره وصغيره مرت قدامه في لحظه الخطر دي. وطبعا فؤاد اصابه تبلد لحظه وقوع الحادث. انا واثق من العكس. لكن يا فندم ده مش فاكر حاجه. بيتظاهر بل بيدعي. يعني عارف صاحب العربيه؟ مش بعيد نمرتها كمان. لو قدم لنا معلومات صحيحه هنوصل للجاني. اهو ده اللي هو مش عاوزه. طب ليه؟ عاوز يوصل له بنفسه قبل ما العداله تقبض عليه. اسأل الطار يعني. لكن لو وصلنا للجاني قبل منه هيتحاكم بتهمه القتل الخطا. ودي عقوبتها السجن. لو وصل له هو الاول هينفذ فيه عقوبه تانيه. وطبعا الدافع موجود. الجاني قتل عروسته. وبالشكل ده بدل ما تبقى عقوبته السجن حاكم عليه هو بالاعدام. هو خارج بكره من المستشفى. تحب سيادتك نراقبه؟ مش دلوقتي. هو لو ناوي يعمل حاجه مش هينفذ على طول. ضروري هيستنى لما الامور تهدى والامور ترجع لطبيعتها. احنا نتابع اخباره ولما يبتدي ينزل ويستأنف شغله في المحل نفكر في الخطه اللي نحميه بيها من نفسه. على مهلك يا فؤاد. واحده واحده. طيب ربيع هات له مخدتين من جوه نسبه ظهره. لا مفيش داعي يا اختي. انا مرتاح كده. مش عايز اتعبكم اكتر واكتر. تتعبنا ده ايه؟ ده انت خروجك من المستشفى على رجليك بالدنيا كلها. احط لك مخدات زياده ولا كفايه كده؟ لا كفايه مخدات. كفايه راحه. عايز افضل واقف على رجليا ما اقعدش ابدا. امشي اتنقل اروح هناك اجي هنا. اسابيع في المستشفى قضيتها وانا على سرير لما كنت هتخنق. كرهت الراحه وحشني الشقه. النوم بقى عدو الاكبر. افضل مصحصح على طول. عينيا مش هتغفل. ولكل حركه هكون مفتح. فؤاد انت رجعت تعبت تاني ولا ايه؟ سيبيه يفضفض يا عزيزه. هو اللي جراله كان شيء بسيط. يعني ايه؟ يموت نفسه ولا ايه بس؟ مع الايام هيروق. يلا حضر لنا الغدا خليني انزل اشغل التاكسي شويه. اما انا محضره لك اكله كوارع ترم عظمك بصحيح. كوارع يا عزيزه وهو لسه خارج من المستشفى؟ انت مش شايفه هفتان من اكلهم الدلع؟ انت حره حقك عليا اخوكي وانت حره فيه. اقعد اقعد يا فؤاد. خلي عينك عليه احسن. حالته كده مش مطمناني ابدا. توكلي على الله واعملي انت الفت. ربيع. ايوه نعم. الجرنان فين اللي فيه الحادثه؟ جرنان؟ ايوه الجرنان. ما هو مش معايا دلوقتي باني تركته في التاكسي. وبعدين احنا ما صدقنا ان انت دخلت في دور النقاهه. ايه يا اخي؟ انت بتبحث عن معكنات بتقول مرحبا ايها الازعاج. ازعاج؟ انت مش عايز صورتين الجرنان ليه؟ هو في صوره ناديه؟ ايوه في صوره ناديه وفي صورتك وفي كل حاجه عن الحادث حتى اسم المحل بتاعك وعنوانه. حق يا فؤاد. دي اكبر دعايه للمحل. كل اللي قرا الجورنال عرف محلك يا اف ام. ده انت لو فتحت دلوقتي هتلاقي كل حريم البلد عندك. هات الجورنال يا ربيع. لازم اقرا كل كلمه فيه. ما انا قلت لك مش معايا حاليا. ما تخافش عليا انا خلاص بقيت كويس عشان خاطري. أستحلفك بالله أن تتحكم في مشاعرك. كانت فرحانة بيا أوي. عمري ما شفتها بالسعادة اللي كانت فيها وإحنا بنتكلم عن الحنة والفرح. كنا بنضحك. إيه ده في إيدي؟ قطع ضحكينا صوته. هو مين؟ بياع الحمام. المشوي. النورة.
الدورة نفسي راحت عليها، قالتها كانت اتسدت. لكن كالعادة لعابك سال. وفي لحظة احنا قلنا ايه؟ خبطها المكرم ضيعها. كان يقوله مني. اكيد البوليس، اكيد البوليس هيقبض عليه. مش كفاية، مش هتبرد ناري الا ما اقتله بايديا دول. انا هاخد الست انهار واسافر. بناتها سابوا جوازهم وعيالهم وقعدوا معاها لغايه الاربعين، روحوا بيوتهم وسابوها لوحدها. لو عايزه مني اي خدمه يا ست انهار انا تحت امرك. وعاوز ايه يا بنتي؟ سلامتك. دي اول مره يخرج فيها فؤاد من البيت، قال لازم يجي يشوفك. فيه الخير. مستعد اعمل اي حاجه ترضيك. ربنا يخفف عنك وعنا يا ست انهار. ارجوكي اعتبريني زي ابنك. اللي راح راح والحمد لله. انا كنت بحبها قوي، عمري ما انسى الايام اللي عشتها معاكم، وخصوصا المعلم عباس كان بالنسبه لها نعم الاب بصحيح. قال ايه؟ والبوليس وبيسالني كنت فين ساعه الحادث؟ اجراءات قانونيه ما تاخدش بالك منها. ده انا كنت هيدي الاسم على اللي فيه. ياهو كنت فين ساعه الحادث؟ كنت مطرح ما كنت. مالهم ومالي؟ عاوزين يقولوا ايه؟ من ساعه ما رجع وهو مش على بعضه قطع فيه السؤالات الكتير دي. خلاص يا معلم ما تحرقش في دمك. اكنش ناوي اقتلك يا سي فؤاد، ولا ان كان انا اللي قتلت ناديه. كلام ايه ده يا معلم؟ ده احنا كلنا فداك، وحد يصدق اذا كنت انا ولا هي؟ ما ننساش افضالك وحنيتك. قول لهم يا شيخ فين فطمهم. ربنا يعلم كان شعوري ايه من ناحيتك وهم بيحققوا، وفضلت اطلب من ربنا يصبرك انت والست انهار، لان عارف انك لو زعلت على ناديه ايراد هتزعل عليا 24. قول لهم يا اخويا قول لهم. قال ايه؟ كنت فين ساعه الحادث؟ اسئله تقليديه. تقليديه هما كده ما ينفعوش الا في التقليد. تقليد؟ بيقلدوا الحلقه الخفرنجي بتاع كافتو. قال ايه؟ كنت فين ساعه الحادث؟ الله، اي حتة على كيف؟ هم هيأيدوا حريتك ولا ايه؟ قول لهم يا ابني قول لهم. على اي حال هم بيبذلوا كل المجهودات للعثور على مرتكب الحادث. ده شخص متهور ولازم ياخد جزاء. ربنا يجازيه دنيا واخرة. بس يلاقوه وانا مش هعتقه، هدخله في الحبس واقطعه حتت. لا يا معلم احنا مش ناقصين. باين عليه زعلان قوي، كان بيحب نادية خالص. يا حرام، احنا ازعجناكم يا حضرات، لكن احنا تحت امركم في اي وقت، والتاكسي موجود قدام العماره لاي مشوار، سواء طلبوا المعلم عباس او الست انهار. وانا مستعده لاي حاجه تكلفيني بيها، اجيلك يوميا اكنس اطبخ امسح اي حاجه. واحنا لينا بركه غير الناس الطيبين. تعيش يا اخويا انت وهي سعدة ومبسوطين. كنت بتقول هتاخد الست انهار وتسافر؟ عاوز ابعدها شوية عن جو الهم والغم. مسكينة، وهتروحوا بعيد يا ترى؟ هنا قريب لحد قبرص. قبرص؟ واحد زبون عندي في القهوة بتاع سياحة جاب لي تذكرتين بالتخفيض، سفر وفسحة وإقامة فول بورد. فرصة حلوة قوي. المهم الشرطة. الشرطة؟ هيوافقوا؟ على ايه؟ على السفر. انهي سفر؟ قبرص. هي قبرص من الممنوعات. قصده يعني ما دام في تحقيقات واجراءات وتحريات عن صاحب السياره اداه الجريمه ربما. وانا بقى في القايمه السود، ممنوع من مغادره الاراضي. ليه؟ هو اسم الله على مهامكم رد سجون؟ ولا يمكن صاحب سوابق وتحت الملاحظه؟ لا قدر الله. سافر يا معلم سافر، وان شاء الله هتكون رحله سعيده مع الست انهار. انا مش مسافره. ليه يا ست انهار؟ شميلك حبه هوا يزيحوا عنك شويه. انا لا هحس باي طعم ولا براحه ولا تبرد ناري الا لما اشوف المجنون اللي عملها متسلسل جوه القفص بيسمع الحكم عليه. هو هيروح فين يا ست انهار؟ ده ربنا بالمرصاد. بعد كده نتفسح على كيفنا. لا يا ست انهار لا، المعلم عباس عنده حق، عايز يبعدك شوية لمصلحتك
ومصلحتنا كلنا. عشان خايف على صحتك وقوتك. لأن استسلامك للحزن والألم خطر على قلبك وأعصابك. سافري معاها ست أنهار، هما شوية أيام في قبرص، وترجعوا كلكم بالسلامة، تكون الأمور انكشفت، شخصية الفاعل اتعرفت، ونشوف فيه كلنا يوم بإذن الله. الحمام المشوي الذرة. ده انت واكل 5 كيلو مكرونة. المشوي. ما تخليش نفسك في حاجة يا حبيبي. حاسبة نادية، نادية، حاسبة نادية، حاسبة نادية. فؤاد، حاسبة، فؤاد، فؤاد. بعدين معاك، مش لازم نسيبه لوحده أبدا. هو هيفضل قاعد كده ما ينزلش الشغل. عندك حق تسهوا مني. احنا متضايقين عشانك. كتر خيركم انكم استحملتوني المدة دي كلها. انا خلاص من بكره هروح شقتي. لا، انت من بكره هتنزل المحل. اشتغل؟ ايوه، بقالك شهرين قافل مصدر الرزق الحلال. انا خايفه لا الزباين يهربوا مننا. وبعدين انت صحتك اتحسنت والحمد لله، ولازم تشوف شغلك. انا ماليش نفس خالص، ماليش نفس اعمل اي حاجه. طول ما انت قاعد كده هتطردك الافكار والذكريات، ومش هتعتقني برضو في المحل. ايوه بس الشغل هيلهيك. بالعكس، اول ما ايدي تمسك المشط واسرح هلاقيها بتبحلق لي في المرايه. الزبونه نادي. يا رب السماوات والارض. ويا عيني بقى لو اللي قاعده دي هي ست فريده. مش هندخلها المحل، هنقطع رجلها وغيرها وغيرها. ما قلنا نقلبها رجالي. ما خلاص بقى يا ربيع، ما عادش له لزوم. مش هقدر يا ناس، مش هقدر. يعني اي واحد تمر بيه ازمه يعمل زيك كده؟ يا ما ناس عاشت ازمات اكبر من كده بكتير وعدت منها. انت كنت فين؟ احمد ربنا. وعلى راي المثل، نص العمى ولا العمى كله. المهم انك تفوق لنفسك وتصمم انك تعدي الازمه. ايوه يا فؤاد، عدي يا اف ام، اعبر يا فؤدس. بلاش فؤدس دي، بتزعلها بتضايقها. بلاش يا اخويا بلاش. يا سلام عليك انت راخر يا ربيع. طب خلاص اخر مره، مش هقولها تاني ابدا. يلا يا بطل ارفع راسك. على فكره انا من بكره هشغل التاكسي لحسابكم. اشمعنى؟ هاخدكم نتفسح طول النهار في القناطر، نهيص بقى ونشم هوا ونقزقز ترمس وناكل جرانيتا ونشتري ذره مشوي. الذره لا لا، ما بحبوش، بكرهه. بلاش الذره، اي حاجه غير الذره دي، غير الحمام المشوي اللي ضيعها وضيعني. مفيش قناطر، مفيش جرانيتا ولا ترمس ولا ذره. ها، وخصوصا الذره ده. المشوي لا، الحمام لا 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 لا. بونجور، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا مدام، ده انت وحشتينا خالص. ده انتوا اللي وحشتوني كتير وشعري باظ خالص. ليه؟ ده زي الفل ويجنن. بس من ساعة فقدس. لا فقدس، لا فقدس بلاش. ليه يا مدام عزيزة؟ استني عندك. انت رايحة فين؟ داخلة اتسرح. متأسفين، متأسفين جدا. ده انا منتظراكم بفارغ صبر، وما خليتش اي كوافير يمد ايده على شعري من ساعه ما فقدس. لا بقولنا بلاش فقدس دي، ما توديش الجدع في داهيه. ليه بس؟ هو فين؟ ده احنا جبناه المحل بالعافيه يا حبه عين، لكن ما فيش فايده، لا بيشتغل ولا بيتكلم ولا دليان بروحه خالص. الحمد لله على السلامه يا فقدس. ما لسه بقدر يا حبيبتي. لا مش عاوزه، انا كنت جايه اقول الحمد لله على السلامه يا فوق. يا ايه؟ يا فؤاد. اهو كده الباقيه في حياتك يا فؤاد. شوف وشك بخير يا فؤاد. برافو، شفتي لما قلت له يا فؤاد كل شيء مشي طبيعي ازاي؟ لكن يا فؤدس. بقول بلاش بلاش، الحقيني يا ماما. الحمام الذرة المشوي، الحمام الذرة المشوي، الحمام الذرة. ازيك يا عم طلبة؟ اهلا وسهلا سيدنا الافندي. اطلب. مش اسمك عم طلبة برضه؟ ايوه طلبة محمود حسنين. ليه انت مش فاكرني؟ مش واخد بالي. انا فؤاد. عاشت لساني. نعم انا اللي حصلت له الحادثه من شهرين.
اللي راحت فيها البنت الغلبانة؟ خطيبتي. البركة فيك وحمد الله على سلامتك. الله يسلمك. يا سبحان الله، بين الحياة والموت شعرة. فعلا انتوا الاتنين كنتوا بتعدوا مع بعض. وليت في الليل. شوف انت فين وهي فين. ارادت ربنا ونعم بالله. الحمام المشوي، الحمام المشوي. اهلا اهلا، اتفضل. انت فاكر كل حاجه كويس زي ما اكون قدامي دلوقتي؟ يعني تقدر توصف لي الراجل اللي كان سايق العربيه؟ راجل جبان بعيد عنك، عملها وهرب. كان شكله ايه؟ بصراحه ما لحقتش اخد بالي منه. ما لحقتش نمره العربيه؟ سالوني في الشرطه، قلت ما اعرفش اقرا ولا اكتب. يعني هما ما خدوش منك اي معلومات في التحقيق؟ لا، هما لسه ما مسكوش. لا لسه. هو ما فاتش عليك؟ مين؟ الضابط؟ الفاعل. فاعل ايه؟ صاحب العربيه. عربيه ايه؟ اللي خبطتنا. يمكن فيها تشترك وزين، وانا هعرفه ازاي من وسط الزباين. عمل نفسه بالشير ودوره ولمحلك. لمحلي؟ لمحلي بايه؟ ولا حب يجس نبضك عشان يعرف منك معلومات. وانا عندي معلومات منين؟ هو عايز يتاكد انت اتعرفت عليه ولا لا. يوم يجيني برجليه؟ عشان يهددك او يدفع ثمن سكوتك. كنت رميته بالنار، كنت شويته جنب الكوزان، كنت فرطته حبايه حبايه. يبقى لسه ما جاش. ما يقدرش. بالعكس، بيقولوا المجرم بيهم حوالين مكان الجريمه وضروري هيفوت عليك. وهعرفه ازاي؟ جايز تفهمه. المهم انت لو شكيت في اي حد اعرف اوصافه كويس وحاول تجر رجله. وابلغ الشرطه؟ لا، بلغني انا وانا بلغ الشرطه. ايه الفكره؟ اصلا انا حاسس انه مظلوم. مظلوم؟ ما كانش يقصد، غصب عنه. يعني سامحته؟ والمسامح كريم يا عم طول. انت قلبك ابيض قوي يا فؤاد افندي. احنا عارفين كان ظروفه ايه ساعتها. النصيب جه كده. على رايك، انا كنت قاعد ابيع الذره قدام باب الكازينو. جم صحابه وطردوني. جيت هنا قبل الحادثه باسبوع. اقول ايه في دي؟ مفيش حاجه تنقال. كان لازم اجي على الرصيف ده عشان امر الله يتم. قادر يلطف بينا. الحمام المشوي. عزمة الحمام، خليكوا عندكم، اوعوا تتحركوا. عزمة عزمة. المتبع فعلا ان الجاني بيحوم حوالين مسرح الجريمه، لكن المجني عليه هو اللي يحوم. جديده شويه. الظاهر يا فندم زي ما سيادتك توقعت، إن فؤاد عاوز يتأكد بنفسه من الجاني قبل ما نوصله. تبقى كبيرة قوي لو حصل. ودي هتيجي إيه يا فندم جنب القضايا اللي ما خدتش غلوة من سيادتك؟ ربنا يوفقك. يجوز فؤاد كان رايح ناحية الكازينو ورا التاني. زي إيه يا فندم؟ يمكن بيستعيد ذكرياته مع المرحومة خطيبته. استعيد ذكرياته الحلوة في الأماكن اللي شاف معاها فيها لحظات السعادة. لكن المنطقة دي يا فندم، في محبين بيلاقوا متعة في تعذيب أنفسهم، ومتهيألي إن فؤاد واحد من دول. انا اشتريت لك شريط مزيكا فرانكي على اللي يعجبك يا اف ام. عايزك تسمعه طول ما انت بتشتغل عشان تفضل فاكرني. ما تخلي يا مدام. شكرا. شعر ولا دق؟ فؤاد
عشان ساكل عصب عنك. يا اخويا فوق لنفسك بقى والتفت لاكل عيشك. وانسى ناديه الحي ابقى من الميت بصراحه. صورتها مش راضيه تفارقني، شايفها معايا في كل حته. يا اخويا انت كده بتقتل نفسك، عمرها وانتهى ومحدش يقدر يغير المكتوب. ولا انت كان بايدك حاجه وما عملتهاش؟ ايه يا حضرات، التاكسي واقف في وسط الشارع. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة فاتت مواعيد الانضباط. ياه، تصور انا مش داران بالوقت. انت اللي عامل في روحك كده، اذكر الله يا مؤمن. لا اله الا الله. بس لو يقع في ايدي هتعمل في ايه يا فؤاد؟ اهلا يا فن، هو حضرتك مين؟ مش فاكرني. حضرته الضابط اللي خد اقوالي. يا ترى عرفته صاحبنا؟ لسه شوية، دي الحكاية بقالها شهور يا سيادة الضابط. ما هو فؤاد مش عاوز يساعدنا. يا ترى افتكرت أي حاجة ترشدنا؟ لا. ولا نمرة العربية؟ لا. ولا ماركتها؟ لا. فاكر بس إنها عربية حمراء. لا، سودة زي عربية المعلم عباس. صدفة. أخويا ظروفه صعبة يا سعادة البيه، واللي فيه مكفيه. لما تتحسن ظروفه ويبتدي يسترجع الأحداث، الكارت بتاعي هو في نمرتي في البيت وفي المكتب. طيب أول ما أفتكر أي حاجة هكلمك. ولو تخيلت بصاحبنا أو اتحققت منه اتصل بيا فورا. هو سيادتك مروح البيت ولا رايح المكتب؟ يا هنا يا هنا. ليه؟ لأني مضطر أتصل بسيادتك فورا عشان تلغي المخالفتين، واحدة على التاكسي اللي واقف في الممنوع، وواحدة على المحل اللي فاتح بعد المواعيد الرسمية، وده طبعا بسبب تشريف سيادتك وتعطيلك لنا. أنا مش عارف هو عاوز مني إيه، ما خد أقوالي قبل كده في المستشفى. متهيألي إن الضابط ده فاهم إنك مخبي حاجة على الحكومة. وهيخبي ليه؟ والمصلحة مين؟ يمكن مش هاين عليه يضر حد معين. أضره إزاي المعين ده؟ يحط القلمشات في معصمه ثم يحاكم ويصير من النزلاء. النزلاء فين بقى؟ في الليمان. طب وإيه مصلحته في كده؟ ربما يكون النزيل ده قريب من شخص غالي. ربيع، الفوازير خلصت على العيد الصغير. اسألني انت يا شريهان. يا عزيزة، انا دايما كده كلامي ما يعجبكش. سيبيه على راحته يا عزيزة، اما نشوف حضرته عايز يوصل لايه. بعد الاكل، بعد العشاء، كل الاول وبعدين ندردش. انا ما احبش الدردشة بقى الا وانا باكل. فسر كلامك يا ربيع، ما تقلقهوش. واللي لفت نظري سؤال حضرة الضابط عن المعلم عباس. لا لا لا، ما كانش بيسأل عليه شخصيا. على عربيته السودة فاهم. سؤال عادي. ما ظنش. قصدك ايه يا ربيع؟ اسأل اخوكي. يا جماعة ما تاخدوش على كلام الشرطة. فؤاد. ايوه عزيزي. عربية المعلم عباس لونها اسود. وغيرها ألوف لونها اسود. لكن ايه اللي بيدور في دماغ الضابط عشان يسأل عن المعلم عباس؟ هلوس. معقولة ضابط يهلوس؟ انا مش الضابط. اوعى يا فؤاد، اوعى يا اخويا. خليه يشرح بقى. ما هو هيقول اي كلام. اخس عليك يا فؤاد، هي حصلت. عايز تنسى بالحبوب. حبوب ايه يا عزيزة؟ حبوب الهلوسة. انت عامله زي ام الله يرحمها، دايما كان عقلها بيروح لبعيد. ما انت اللي قلت هلوسه. هلوسه البنج وبعدها تخاريف الحم. كانوا بيسجلوا لك؟ ممنوع. والله عرفت ازاي اللي كنت بتهلوس بيه؟ فهمت لما استجوبوني ان انا كنت بهلوس باسم المعلم عباس. يعني عقلك الباطن كان بيشك فيه. مظبوط، عشان كده كان بيهلوس باسمه بالذات. انت ناسي انه كبير العيله اللي كنت هناسبها. يعني هو الواحد لما يبقى في البنج يهلوس باسم كبير العيلة وبس؟ ما فكرتش ليه في الست أنهار ولا بناتها نجية وسلوى؟ معلم عباس أكتر واحد ممكن يفكرني بنادية. أول يوم عرفتها وأول يوم خطبتها وشبكتها. فاكرة عزيزة أول يوم؟ Thank you.
مبروك على اختك. الله يبارك فيك. هي الزفة امتى؟ الساعة 8:30 ان شاء الله. حضرتك اسمك ايه؟ اسمها نادية واصغر واحدة فينا. اخر العنقود يعني؟ بتروحي مدرسة؟ خلصت الابتدائية وقعدت على طريقة بريل. بريل ده ايه؟ بريل اللي بيعلموا بيها بعيد عنك الخرص. انا مش خارصة. امال ما بترديش ليه؟ ما بردش على رجال. ما تخلي يا مدام. مع السلام. شرفتي. تعالي كملي شعر العروسة يا عزيزة على بال ما سرح للمدمزيل نادي. ما بسرحش. امال هتحضري فرح اختك وانت منعكشة كده؟ هسرحه بنفسي. اختي نفسها اول مرة تعمل شعرها عشان بتتجوز. طب يلا شدي حيلك عشان اسرحك. مش ناوية اسرح ولا حتى اتجوز. ياه اختك باين عليها شرانية قوي يا عروسة. بس طيبة قوي. ان جيت له الحقيقة عجباني قوي بطيبتها وشرانيتها. نادية لسه صغيرة على الجواز وانا مستني شوية لغاية ما اجوزها على كيفي ومزاجي. اصلها دونا عن اخواتها كلهم فوق وتحت. لها معزة كبيرة قوي في قلبي. سبحان الله مع انها مش بنتك. المعلم عباس خيره على بنات التلاتة. جوز الكبيرة والوسطانية وجهزهم وهندمهم هما وجوازهم. ربنا ما يحرمناش منه ابدا. وانا هشيلها في عناية باذن الله. لكن حضرتك اخترتها ازاي؟ شفتها فين؟ شافها هي واختها نجية عنده في المحل. انهي محل؟ ما هو عنده محل كبير كوافير للسيدات. فؤاد مفتاح الشهير بإف إم. حلاق يعني؟ لا ده مثقف وعنده شهادة. يعني دكتور بقى مش حلاق. أخويا مركزه كويس وعنده دبلوم صنايع. وأنا وهو بنشتغل عشان واسين المهنة. وأنت بتشتغلي حلاقة؟ كوافيرة آخر موضة يا ست أنهار. والبنت رأيها إيه يا أنهار؟ والبنت مالها يا أخويا؟ تقدر تتنفس؟ أنت صاحب الكلمة. أنا لما جم يطلبوا إيدها قلت لهم يقابلوك وهم وحظهم بقى. حظهم كويس طبعا. يعني موافق يا عمي؟ لا طبعا. يعني قصدك بقى حظنا مهبب بقى مش كويس؟ حظكم كويس اني ماسك اعصابي ومتمالك نفسي. الله ده حضرتك شاطر قوي في العربي. لما اكون غضبان. لكن الحق مش عليكم، الحق عليك انت يا نهار. ليه يا معلم؟ انا عملت ايه؟ انت عايز احسان يطبقها علينا؟ مين احسان دي؟ ابن اللي من الجماعه سكان الدور العاشر. اهلا يا احسان. انت عايز ابوك؟ عاوزكم كلكم. تعالى يا احسان ادخل ما تخافش. سلم عليهم واحد واحد. مش هسلم. امه سمته احسان عشان جابته بعد 3 صبيان وكان نفسها ببنت. احسان اسم العظماء وكبار الادباء. انا عرفت انتوا هنا ليه. ناديه بتاعتي انا واللي هيتجوزها هدهسه. ايوه بس دي باين عليها اكبر منك. انا قدها 4 مرات. ثم انت حاشل نفسك ليه؟ اقعد يا حبيبي ما تقهرش نفسك كده برضو يا خالتي. انا مش حاجزها منك ولا بتضحك عليا كمنك مرات ابويا. دكتور من امك يا احسان. روق امال روق. مش هروق وحرمي نفسي من الشباك. اوعى يا احسان ما تبقاش مجنون. عاجبك كده يا ست انهار؟ ناديه بتاعتك يا احسان واللي هاخدها منك انا بقى اللي هدهشه. كل بقى يا فؤاد.
انا قربت اشبع خلاص. انت اللي ما اكلتيش خالص. ماليش نفس ومستعجله. الله، احنا لسه ما اتكلمناش. هو انت بدي فرصه للكلام؟ انا بسمع كويس قوي وانا باكل. انت عارف اني مقابلات من وراه ولازم تعرف ايه اللي حصل بالظبط والمفروض هتعمل ايه. انا مستعد اعمل اي حاجه علشان خاطر عيونك. انا من ساعه ما شفتك مع اختك في المحل وانت مبلمه مخشبه وانا بقول وجدتها. انا نفسي في بيت واولاد، ولو دورت في كل بنات الدنيا مش هلاقي غيرك انت يا نادي. انا فهمت امي ان لا يمكن اتجوز التشه اللي اسمه احسان. وعملتوا ايه مع المعلم عباس؟ لما لقاها في صفك ابتدى ينخ. يا هادي، بس ده طالب كتير. اللي هو عاوزه ده ممكن يبيعك المحل. ان شاء الله بيع عينيا الاثنين في بنك العيون. وهتشوفني ازاي؟ بقلبي. انا كمان اتعلقت بيك، تصميمك عليا وغرقك لشوشتك في غرامي خلوني قدرتك وطلعوك في دماغي، بس على شرط. اموري تخسس نفسك، بطل مكرونه، والا هتبقى في نظري زي التشه اللي اسمه احسان. وبطلت المكرونه شويه، لكن اول ما هديت الامور والمعلم عباس وافق رجعت لها تاني. هادية بتاعتك يا احسان، واللي هياخدها منك انا اللي هدهسه. ده كلامه بس على لسانه، لكن اول ما اتفهمنا واقتنع ان ابنه احسان ما ينفعش لناديه قلت له شويه نكت موتوه من الضحك. بينا زي السمنه على العسل، لدرجه انه كل يومين يزود عليك المهر. ما هو الاسعار بتغلى من يوم للتاني. لحد ما كسر وسطك وكنت هتبيع المحل؟ ما حصلش، ربنا ساعدني وسددت. ناديه بتاعتك يا احسان، واللي هياخدها منك انا اللي هدهسه. ما تاخدش بالك يا ربيع، ده راجل قلبه حنين ومش ممكن يعملها. لكن صدفه ان العربيه اللي صدمتنا سودة وهو عربيته سودة. ولازم بقى تبطلوا بقى وتبعدوا عنكم الافكار السودة. ناديه بتاعتك يا احسان، واللي هاخدها منك انا اللي هدهسه. اطمنوا خلاص، انا بعد ما فضفضت بالماضي وعشته لحظه بلحظه حسيت بشيء من الارتياح. ومن بكره هتلاقوني في المحل بشتغل وارجع تاني زي ما كنت في الاول اف ام، ومش بعيد ارجع وابقى فوق. يعني ضروري ده ما يقصدش. لا انا قصد، واللي كسر لازم نصلح. انا الراجل يا ناديه ولازم تسمعي الكلام، حتى لو حبيت اسمي نفسي باي اسم لازم توافقي، حتى لو صممت على اسم فرق. ايه في ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ده انت بقيتي في منتهى النشاطه. بقى لي 4 شهور ما دقتش طعم المكرونه. وقادره تعيش يا ستي مجيده؟ لما تبطل المكرونه واخواتها تعيش اكتر. اخواتها؟ اخواتها، الرز، القلقاس، البطاطس، العيش، كل النشويات والدهنيات. امال هناكل ايه بقى؟ انا شخصيا عايشه على الخضار المسلوق والسلطه، خيار، طماطم. بتلاقيهم في السوق ومخزنه الثلاجه. مكلفينك كتير طبعا. واخدين كل ميزانيتي. بس النتيجه واضحه عليك. صحيح، باين عليا. ايه رايك يا فؤاد؟ لا واضح قوي انها نازله ترف. دي اتمقتت يا حبه عيني. تفتكر نزلت قد ايه؟ يعني حوالي يجي كده 200 جرام. اكتر 500؟ حرام عليك يا اف ام. المهم انك تحافظي على الرجيم. من بكره هستعمل زيت الذره. ذره؟ لا لا لا، ما تخافيش يا عزيزة، دي حاجة تانية خالص غير الحمام المشوي. يتحط على السلطة، تحمري بيه البطاطس. بطاطس؟
لو نفسي هفتني عليها. طب ولازمته ايه بقى؟ اصل انا تعبانه وهفتانه. يا اختي ما تحرميش نفسك. اهو كله بسبب المجرم الهربان. هو مين ده؟ جوزي. امال انا بخسس نفسي ليه؟ عشان ترجعوا لبعض وتتفسحوا وتطلعوا سوا برج الجزيره. ادعيلي يا عزيزه. ربنا يصلح الحال. ما تخلي يا حبيبتي. متشكره. أرمان يا فهم. مع السلامة. كوع مين يا فندم؟ كوع؟ وي اون كوت شيفال. شكمان ايه ولا بتاع؟ انا عزيزة تعالي شوفي الست دي بتبرطم من الصبح مش فاهم منها أي حاجة. أبوتر سيرفيس مدام. اون كوت شيفال؟ اون كاتوغون؟ بيان بلو كوع. Je vais le faire comme ça. Un beau coup de cheval avec une belle robe. Voilà. Vous allez être très belle. Voilà. Celle-là? Oui. Bien. Voilà. C'est mieux comme ça? Oui, ça me plaît. فاضي ولا مستني حد؟ لا يا فندم فاضي خالص. اتفضلي يا هند. اصل انا ما احبش اقعد عند الكوافير كتير. رحت للكوافير بتاعي متاخره 5 دقايق بس عن الميعاد المحجوز، لقيته بدا مع غيري، غضبت ومشيت على طول. وبعدين وانا فايته من هنا لقيت اليافطه بتاعتك، فقلت لو فاضي تسرح لي شعري، لو مش فاضي امشي على طول. لا يا فندم، فاضي جدا، ولو مش فاضي افضل. اتفضلي يا فندم. ما تاخذنيش يا ناديه، الحياه لازم تمشي طبيعي، لازم اقف على رجليا لغايه لما ارجع لك حقك. ها؟ ايه ده؟ ناديه مين؟ انا اسمي ناشو. عشت الاسامي يا فندم. متاسف، اصل حضرتك ملخبطنجيه يا فندم. ملخبطنجيه؟ يعني حضرتك تحط رجلك في اي بلد تلخبطيها يا فندم. لا مش للدرجه دي. لا حلوه قوي حضرتك. انت اسمك ايه؟ فؤاد. فؤاد مفتاح. اف ام. يا فندم، واللي بيرضى عني اكتر يقول لي يا فؤدس. فودوس نو فودوس نو. كيسكو فو فولي؟ فو شيفو نوار روج جون؟ فودوس نو. تري بيان ميرسي. فوز الي اتر تري بال شارمونت. اي فوتر شيفو ا فوتر سيرفيس. فوز الي اتر بال. جي في كوم سا تري بون. تري بال. شكلها ايه؟ اي تسريحة تعجبك يا فودس. فودس نو. مشروم يا بيه، بليل يا بيه، حقكم عليا، ما كانش قصدي، اخر مرة يا بيه. ابن المعلم عباس يا فندم. المعلم عباس زوج الست انهار. والدة المرحومة نادية. خ...
خطيبة ايه فين؟ مظلوم يا بيه، بريء يا بيه. هو متهم بحاجة؟ دورية المرور استوقفته وهو سايق بسرعة جنونية. كنت رايح فين؟ أقابل والدي وحرمه في المطار. صحيح، دول سافروا قبرص وقعدوا يومين في رودس، وبعد كده هم راجعين حودوا على مالطا. عقبالك كده لما نفرح بيك وتاخد عروستك وتلف بيها في شهر العسل. أنا مش هتجوز خالص. لسه برضو عايش حبك القديم؟ هو سيادتك عارف؟ أمال كنت بروح القهوة أشرب قرفة وبس. يا بيه يا بنت، الطيارة زمانها على وصول. والدك راجل صاحبنا ويعز علينا ينزل مع الست بتاعته وما يلاقيش حد يستقبله. خلص المحضر بسرعة ومشي يا حمدي. ما اقدرش يا فندم. هو تحكيم رأي، البيبي يقول لك مشيه. ما معهوش رخصة يا فندم. كمان نسيتها في البيت. كداب. ما تشتمنيش، أبويا طول عمره ما شتمني. أمين الشرطة قال له نفوت على البيت نجيب رخصة القيادة، ارتبك وتهرب. لما والدك اشترى لك العربية ما طلعتش رخصة ليه؟ والدي ما اشتراش. عربية مين اللي كنت عازق بيها؟ عربية والده السودة؟ هي بعينها. لا دي حكاية عاوزة لها قعدة بقى. وأبويا، أبويا اللي في المطار. يتصرف، هتسوق إزاي من غير رخصة يا معلم إحسان؟ ودفعت لعزيزة 20 جنيه في تصريحها ما تزيدش بأي حال عن 5 جنيه. أوعى تكون عزيزة قالت لها ما تخلي. أول مرة تنسى تقول كده. يرزقكم من حيث لا تعلمون. لا ست فنجرية قوي. ادي الزباين بصحيح. حاجه تخضها جدع. جمال ايه والشاكت ايه وذوق ما شفتوش ولا هشوف زيه ابدا. ياه دي بانها مالت مخك على الاخر. تصور انها بتاخد اذن عشان تولع سيجاره ومصممه انها تولعها لنا كمان. بس احنا متفقين ان التدخين ضار بالصحه. لا ما انا قلت لها متشكر بشرب شيش. ربنا يبسطك دايما كده. انا مديرة العلاقات العامة في شركة الشمس للحلويات. الله، لا احنا هنشبع شوكولاتة وبنبوني. اطلب تجد ما يسرك. ما نتحرمش ابدا. واجازتي من الشركة يوم الحد. عشان كده حضرتك مشرفة النهاردة. والمرة اللي فاتت كان يوم الحد برضو. صحيح. والحد الجاي حجيلك. تتأنسى يا فندم وتنوري. انت حضرتك ساكنه فين؟ انا في شقه صغيره كده لوحدي. لا ما اقصدش يعني ساكنه بعيد عن هنا. مش مهم، باخد تاكسي. جوز حضرتك بيشتغل فين؟ انا مش متجوزه. مش معقول. ايه عندك عريس يا فندم؟ وانت متجوز؟ كنت خاطب وشابك. وبعدين؟ بعدين حصل اللي حصل. مش هتلاقي احسن منك. انا اللي مش هلاقي احسن من المرحوم. البقية في حياتك تعيش. هي كانت عيانة؟ كانت في احسن حالاتها وحيويتها. امال يعني قبل الفرح بيومين دهسها بعربيته وهرب. يا ساتر، هو مين ده؟ واحد مجنون. هو انت الكوافير اللي نشرت حكايته الجرايد؟ اف ام فقدس. صح، في الحقيقه ما خدتش بالي من شكلك قوي. الصوره اللي كانت منشوره ما كانتش واضحه قوي. بس لو دايما الصور في الجرايد بتطلع مدغمسه. وظبطوا العربيه وصاحبها؟ لغايه دلوقتي لسه. وانت لو شفته تعرفه؟ صورته مرسومه في مخي، ما بتفرقش خيالي لحظه. بلغت اوصافه للشرطه؟ لا انا مش فاكر منه من ملامحه ولا حاجه، لكن لو شفته اكيد هعرفه يعني. هو كان لوحده ولا كان في حد تاني معاه؟ انا وقعت ناحيته هو، لكن ما اعرفش اذا كان في حد جنبه الناحيه التانيه ولا لا. هيروح فين من الشرطه؟ انا اللي نفسي اقبض عليه قبل منه. متشكره قوي على القهوه يا فوز. بتخلي يا مدام. اتاخرت قوي يا عزيزه. اصل الدكتور ما شافنيش الا بعد ساعتين، كان عنده زباين كتير قوي ومش ملاحق. ايوه وبيقولوا تنظيم النسل. خير، عملتوا ايه؟ قول له انت يا ربيع. بمشيئه الله وبعون الله ساصبح ابا. الف الف مبروك، وانا ساصبح خالا.
انا يظهر وشي حلو عليكوا قوي. ودي عايزه كلام بس ده كتير قوي المرات دي. حاجه بسيطه اعتبريها حلاوه مؤقته للضيف اللي هيشارك. الف الف شكر يا مدام. باي باي يا فوز، هشوفك الحد الجاي. اي حين ربنا. مع السلامه يا فندم. حسبي 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 على فكرة عزيزة لازم تاخد اجازة وضع من اول شهر يا راجل. طبعا امال عايزة تفضلي موطية على روس الزباين 9 اشهر؟ عنده حق يا عزيزة عنده حق. ما انت لازم تحتاطي لنفسك، تعملي حركة غلط تتزحلقي واحنا ما صدقنا. طب والشغل يا فؤاد؟ احط التاكسي في الجراج واقف بدالك. ايوه عشان نرجع نقفل المحل تاني. ما هو مش ضروري نشتغل كتير، كفاية علينا نشوة بس كلهم حد. الست دي اكيد وراها سر. سر ايه بس اللي وراها؟ انت مش قلتلي انها اول مرة قبل ما تمشي نبهت عليك انها ما تحبش حد يعرف عنها اي حاجة؟ ايوه بس انا ما كنتش اعرف غير اسمها. حتى الاسم ممكن يكون مستعار. كل شيء جايز يا ربيع. اسكتي انتي، ما تتكلميش، ما تنفعينيش، كل ده ممكن ياثر على الجنين. ثم قولي ايه اللي يخليها تدي لك في اول مره 20 جنيه وتاني مره 50 يا ربيع 50؟ اسكتي امسكي اعصابك ان شاء الله يكونوا 100. اصلها ساعه ما وصلت مشيت زبونه بسببها. ليه كده يا فؤاد؟ الله كانت هتمشي، لقيتني مش فاضي كانت هتمشي. ودي طبعا زبونه مهمه، زبونه سقع. اترجيت الزبونه تسيب الكرسي اللي كانت قاعده عليه، احتجت وقالت لي لا انا خلاص قعدت على الكرسي. قلت لها اصل انا كنت مدي ميعاد للست هانم نشوه دي ونسيت. قالت لي لا، اعتبرت كلامي ده خيار وفقوس زي كل حاجه وحلفت ما هي راجعه تاني. يعني كويس كده. ويمكن ده اللي خلى ستي نشوه تبحبح ايدها شويه. ارجع واقول اسم نشوه ده مش حقيقي. وهي تكذب عليا ليه وتقول لي اسم غير اسمها؟ في ناس غاويه كذب عشان الكذب. لا لا لا، ما اظنش نشوه من الناس دول. انت باين عليك متاثر بيها قوي يا فؤاد. وفي حاجه تانية محيراني كمان. قول قول يا مستر كولومبو. المحل بتاعك ده مش قد كده، ايه اللي يخلي واحده هايزه ايدي تيجي عندك؟ الله، ما يمكن الشركه اللي هي فيها قريبه مننا، او يكون محلنا ده اللي مش عاجبك ومش قد كده يا سي ربيع، يعني في طريقها من البيت للشغل. جايز، بس اوعى تقول لها انك قلت لي حاجه. انا اقول انا اقدر؟ ده ما تجيش تاني. ده انا ما صدقت لقيت زبونه ولا كل الزبونات. الحقوني 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 يا خالتي. ابويا فين؟ فين ابويا؟ يا ستر اصبر يا رب، مالك بتلبش ليا يا جماعه؟ عاوز ابويا. هو فين؟ فين؟ هنا احسن. مالك لحد يا ماما؟ سبيني من ايه يا ابني؟ ما تخدنيش عليك تاني. اطمن يا ابني، اهدى كده واطمن. ابوك معاك وخطك انهار كمان. العسكري العسكري اعترضوا شركتك تاني. يا دي النايبه. عمل ايه العسكري يا حسام؟ كان فايت قدام العماره وانا بركن العربيه. وقف لك؟ لا. كلمك؟ لا. خد شغلاتك؟ لا. امال ايه يا حبيبي؟ بحلق لي وبصلي. بحلق لك؟ وزغل لي بعينين الاثنين. كان عاوز حاجه؟ ما قالش. امال جاي تنهج ليه؟ خفت خفت يقبض عليا. وعملت ايه؟ عملت نفسي بغير العجله وحتى الف المفتاح الانجليزي والف 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 لغايه ما مشي. يعني ما كانش قصادك يا حبيبي؟ ما البحلق لي ليه؟ وزغل لي بعينيه. الواد حصل له لطف من يوم ما قفشوه وجروه. على اخر الزمن بقينا من زباين لاسامه ست انهار. معلش يا معلم، اتمنى يسوق العربيه من غير ما نطلع رخصه. هو يعني ابني اللي وقع من قعر القفه؟ يا ما سواقين من غير رخصه، وعربيات من غير رخصه، ومحلات من غير رخصه. طب على الله يهوب ناحيته من تاني. اقطع دراعي اني قدمت ابوي معريضه لرئيس مجلس الحي ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى. مش كده وبس، احنا في بلد ديمقراطيه، مفيش قدامي على طول الا رئيس الجمهوريه. ما تخلى يا مدام. انت هتعمل زي اختك؟ انا بتكلم جد. خلي التسريحه كادو. خلي الكادو لما تيجي مناسبه حلوه. تشريفك للمحل الأكبر مناسب. متشكرة قوي. خد بقى ما تكسفش إيدي. طب أنا هاخد بس بالسعر الرسمي. خلاص اللي يريحك. متشكرة قوي. أشوفك الحد الجاي. مع السلامة. الله يسلم. أهلا يا مدام. أنا متأسف قوي، معلش اتأخرت عليك شوية.
صدق اخويا فقدس لما سماك المستر كولومبو. كان الود ودي استمر في ملاحقتها، لكني ترددت واكتفيت بنمره العربيه. طب وجه هتعمل بيها ايه؟ ليا صديق بيشتغل في المرور، ممكن اديله نمره العربيه يطلع الملف ونعرف عنها كل المعلومات. احنا مالنا ومالها؟ زبونه بتيجي تسرح شعرها من الحد للحد وبتدفع مبلغ محترم، نسال وندور وراها ليه؟ بصراحه يا عزيزه الست دي مخولة عقلي. ما هي برضه تستاهل. الغرابة انتوا يا ستات كل حاجة تقلبوها من وجهة نظركم. ها؟ أمال عاملها حجة وبتتمحك فيها ليه؟ واحدة زي دي تسيب عربيتها في الباركينج في آخر الدنيا وتيجي لغاية المحل بعربية أجرة. يمكن غلبت وهي جاية تركن قدام المحل أول مرة. جايز. بس برضه أنا مش مطمن والفار بدأ يلعب في عبي. انت بتشك في ايه؟ بقول يعني الراجل اللي صدم فؤاد وناديه بعربيته يبتله بمصيبه تاخد اجله. تكون الست دي عاملته قريبته على صله قويه بيه. افرض بعتها تجسي له النبض تتاكد اذا كان عارفه ام لا. ام لا؟ انت فاهم ان كل الناس متنوره زيك؟ عايزين يشتروا سكوته، يهددوه، يخلصوا منه. يا خبر. طب والحكايه دي فاتت على الشرطه ازاي؟ والشرطه هتشك فيها ليه؟ محل كوافير حريمي، هانم داخله وست خارجه، زبونه زي غيرها. وبيني وبينك الشرطه مش بتركز قوي على اعتبار انها مساله قتل خطا، ده لولا ان فؤاد هلوس في المستشفى باسم المعلم عباس كانوا يؤيدوها ضد مجهول وخلصوا نفسهم. يبقى انا لازم انزل المحل من بكره. لا يا عزيزه، لازم اقف جنب اخويا، لازم ابقى جنبه، ابقى مفتاحه صاحيه للست نشوه دي واللي يتصدر لها. ظروفك ما تسمحش يا عزيزه. يا ربيع، الست بتشتغل لغايه الشهر التاسع، يعني الموظفه بتروح شغلها، واللي في الجامعه بتروح لامتحان وبطنها سابقاها، اللي في المحلات في المصانع في الاذاعه في التلفزيون بشوفهم سايقين العربيه والديركسيون كاتم على نفس العيل. اشمعنى انا اللي هسيب اخويا واقعد مبلطه في البيت؟ دي حتى الناس كلها بتقول ان الحركه ليا مصلحه وللمولود كمان. نسال الدكتور في الزياره اللي جايه. طب ليه ما تكونش الست دي استلطفت فؤاد وحبته؟ لا ما اعتقدش، اللي زيها ما تبصش لواحد زي اخوك. امال هتبص لك انت يا سي ربيع؟ اخويا الف مين يتمناه. اللي زي نشوه دي لما تبص لواحد لازم يكون فوق خالص في العلالي. ده الفستان اللي عليها يلبسنا كلنا سنه يا عزيزه. يبقى لازم نحذره منها على الاقل. مش وقته. انا هفضل مراقب ومتربص لغايه الوقت المناسب وفجاه اتدخل واشرك فؤاد معايا في الخطه. هو دلوقتي مشدود ليها، عجباه حركتها ومنسياه نادية إلى حين طبعا. أنا عايزه يغرق لشوشته عشان يهدى ويروق، وبعدها أنتشله من المرحلة الحرجة اللي عايشها نهائيا. نحن هنا. نشوى هانم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم اتفضلي. هو النهارده إيه؟ عايزين نتقل كده، مش النهارده الحد. لا النهارده الخميس. فعلا النهارده الخميس. طب حضرتك اتفضلي اتفضلي خمس دقايق بس واكون تحت امرك. انا مش جايه اعمل شعري. امال جايه ليه؟ قصدي جايه تشوفيني يعني؟ لا يبقى لازم عجبتك القهوه اللي شربتيها المره اللي فاتت فجايه تاخدي فنجان قهوه. طب كمل شغلك مع المدام وانا هفهم. برضون مدام، اصل الست نشوه يعني تنسي الواحد كل اصحابه. في الحقيقه انا جايه اعمل شعري بس مش دلوقتي. انا تحت حمرك يا فندم اي وقت يا فندم. في حفله عاملاها الشركه اللي دي الساعه 9:30، هيحضرها جماعه اجانب، وانت عارف طبعا ان انا لازم اكون في الحفله بصفتي مديره العلاقات العامه. صحيح صحيح طبعا طبعا طبعا. انا بخلص شغلي الساعه 8 وانت كمان بتقفل المحل الساعه 8. مظبوط يا فندم، لكن لو حضرتك يعني حبيتي افتح لك المحل مخصوص علشانك ويجرى اللي يجرى مع طول انضباط. متشكره
فوز، مفيش داعي ده كله. لا يا فندم ازاي، اما اللي هتروحي الحفله منعكشه. الفندق اللي هيكون فيه الحفله جنب البيت. كويس قوي يا فندم، كويس. يعني لو ما فيهاش تعب تقدر تجي لي الساعه 8 ونص في الفندق؟ لا في البيت. ده قبل ب 8 يا فندم هكون عند حضرتك. لا لا 8 ونص كويس قوي عشان ما تعطلش شغلك. لا مؤاخذه يا هاني، معلش ثواني. العجوزه شارع زيتونه نمره 15 شقه 7. اوعى ما تجيش يا فودس. وانا اقدر؟ ده انا مستعد اروح لك اخر الدنيا. انت عارف جايز اتاخر بسبب زحمه الشوارع في الوقت ده. امال يا فندم استناك قدام باب الشقه على ما توصلي حضرتك بالسلام. وليه تستنى؟ انا معايا مفتاح تاني للشقه، لو لقيتني لسه ما وصلتش تقدر تفتح وتستنيني. لا لا انا استنى بره احسن. يا سلام عليك يا فؤاد، انت هتعمل تكليف؟ خد المفتاح واسمع الكلام. متاسف جدا يا فندم، اصلها عصبونه لقطه وبعدين جت في الوقت المناسب يا فندم، واتعرفنا على بعض باسرع من الصوت والضوء كمان. الظاهر انه مستني مدام نشوى هانم وراحت عليه نوم. يا استاذ يا بيه، انا الكوافير اللي جايه اسرح لست شعرها ومناسبه الحفل. ها بيه، انت اللي قتلت ناديه. ست نشوى، ست نشوى هانم، نشوى، نشوى. سامع فؤاد؟ ده على افهم اركز يا فؤادس، بعدين يقبضوا عليك ويقولوا انت اللي قتلته. مصيبه ايه دي؟ بس انا كان نفسي اقتله فعلا، لكن انا ما قتلتوش، ماليش دعوه بيه. انا عايز اروح، عايز اهرب قبل ما يمسكوني. وكنت جاي اقول لك اني رايح اعمل مشوار افتكرته وارجع لك، ما كنتش عارف انك خلصت اوام كده. لا انا ما خلصتش، انا خلصت يا ربيع، رحت في داهيه. ايه؟ داهيه؟ هروح في الحديد يا ربيع. ليه؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، بس هيقبضوا عليا ويتهموني في الاكل. اكل؟ اكلت مين يا فؤاد؟ يلا نهرب من هنا بسرعه، نروح بعيد بسرعه 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 يا ربيع بسرعه. اهدى بقى وخلينا نعرف نشوف حل في المصيبه اللي حطيت نفسك فيها دي. انا خلاص ما بقاش عندي عقل افكر بيه، فكر انت وقول لي. انت متاكد انك ما قتلتش الراجل ده؟ بقول لك دخلت عليه لقيته خلصان. يعني حد تاني قتله؟ حد مين بس؟
نشوة مثلا؟ مش ممكن. دي انا هعرف اوصل لها باي شكل. ازاي؟ عرفت كل بياناتها من صاحب اللي في المرور. عرفت ايه؟ اولا اسمها مش نشوة، اسمها الحقيقي فايزة ابراهيم ابو العزم. ما يمكن العربية دي مش عربيتها. شفت صورتها في رخصة قيادة قديمة وجددتها. ها وايه كمان؟ ساكنة في شارع شهاب في المهندسين. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هسيبك هنا ومش هتفتح المحل بكرة، هقفله عليك من بره وهشوف الجو وبعدين ارجع لك بعد الدنيا ما تضلم. بس خليك حريص، اوعى يطلع منك اي صوت يلفت النظر لوجودك في المحل. كما انهم عثروا على شنطة كوافير في شقة القتيل. ايوه يا فندم. اتصل باسم العجوزة وهات كل البيانات. حاضر يا فندم. ابعت صورة من بصمات فؤاد مفتاح للخبير اللي هيرفع البصمات من على شنطة كوافير. حاضر يا فندم. وابعت كمان حد يجيب لي فؤاد من المحل. حق لو كان عملها تبقى ضربة كبيرة جدا موجهة لينا وليك انت بالذات يا حمد. عندك حق يا فندم. ازاي بس عرف يفلت منكم؟ احنا مش متفقين على مراقبته ومتابعه كل حركاته. ركب التاكسي مع جوز اخته زي كل يوم بعد ما قفل المحل. وطبعا فهمت انه مروح بيته زي العاده. اكيد، والا كنت اختفيت اصلا. ده اللي انا كنت عامل حسابه من الاول. طب وايه اللي خلاه بات ليله امبارح في شقته؟ كان في واحده بتنفضها له طول النهار وفات على الشقه بعد ما قفل فكسل وما جاش معايا. اوعى يكون زعلان مننا في حاجه يا ربيح. لا قدر الله، هو الظاهر حب يغير شويه وكان قال لي انه بدا يحس بالضيق لان الشقه مقفوله وعايز يقعد فيها يومين ثلاثه. طب انا بقى هفوت ابص على الشقه واعمل له اكل واسيبه في الثلاجه مع شويه عصير وشويه فاكهه. لا ما مش مستاهله، ده كلها يومين ثلاثه وهيزهق ويجي يقعد معانا. مساء الخير يا أستاذ ربيع. مساء النور، أي خدمة؟ أنا ملازم أول حمدي فرج، ما بحس. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ كنت بسأل عن اف ام. اف ام ده صالون حريمي ما بيقصش للرجال. أنا بسأل عن صاحبه، فؤاد مفتاح. فؤاد أخويا في المحل، أنتوا عايزينه في إيه؟ حسبي على نفسك يا عزيزة، احذري الانفعال. لا موسى يا فندم، أصلها في الشهر الرابع ومش حمل أي هزة. فؤاد أخويا في المحل، نبعت نجيبه حالا. هو قافل بقاله يومين. وعندنا اذن من النيابه بالقبض عليه. قافل بقاله يومين؟ حقيقي الكلام ده يا ربيع؟ ايه العباره يا حضره الضابط؟ فؤاد متهم بجريمه قتل. يا مصيبتي، فؤاد اخويا يقتل؟ مش ممكن. من فضلكم لو عرفتوا اي حاجه عنه لازم تبلغونا، والا هتبقوا شركاء معاه في الجريمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جريمه يا حبيبي يا اخوي يا حبيبي. حسبي على نفسك يا عزيزه، اهدي المال، فكري في ابننا المنتظر. ده اخويا فؤاد، اخويا. اطمني، هاتي لي لفه الاكل بسرعه مفيش وقت. انت عارف مكانه؟ حطي ثقتك فيا وهتشوفي جوزك العبقري ولا رجال المباحث يا عزيزه. ولا يزال البحث جاريا عن الكوافير الهارب. انت متاكد ان فؤاد وصلته ايه كمان؟ طب وعمل كده ليه؟ الشرطه عندها احتمال كبير ان القتيل هو صاحب العربيه اياه. يعني مش احسان. وده كلام يا انهار. مسكين يا فؤاد، ده كان بيحب ناديه قوي. مش لدرجه انه يقتل ويبقى مجرم. حق لو عملها بصحيح يبقى غلطان. امال هربان ليه؟ ملوش حق يشحطط قلبنا كده. طول عمرك حنين وقلبك طيب يا معلم عباس. وانا هسكت؟ اول ما يمسكوه ويحبسوه في التخشيبه هقوم له اكبر محامين في البلد. ده كان هيبقى جوز بنتنا، يعني زي ابننا. ظروفه دفعته للجريمه يا حضرات، ده انا هقوم الدنيا. هكلم له رئيس مجلس الحي ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى وكل اصحابات المجالس اللي في البلد.
صحيحة ولا تضليل؟ كده انت فين دلوقتي؟ طب استناني بالتاكسي بتاعك في الموقع اللي انت فيه ده، وهو كذلك. اديني حمدي يا صبري. انت مش كنت عايز تقتله؟ خلاص اهو اتقتل. كفاية لعبة يا فايزة. هايل يا فؤدس، وعرفت ايه كمان غير اسمي الحقيقي؟ مش مهم، عملتلك ايه عشان تلبسيني جريمة؟ كنت متصورة اني بريحك. يعني مش عايزة تقرب الحقيقة؟ لا. مش كويس علشانك. هتعمل ايه؟ اصرخ والم الناس واقول لهم ان انت اللي قاتلة. وفكرك حد هيصدقك؟ مش دي الحقيقة؟ الحقيقة انك متهم بالقتل والأدلة كلها ضدك، يعني ممكن انا اللي اصرخ دلوقتي واقول عليك انك بتتهجم في بيتي. ايه بقى تشيلك بقى بالمرة وكريمة زي اتنين. انا عرفتك وفهمتك يا اف ام، انت راجل رقيق خيالي ما تقدرش تقتل. امال انا حبيتك ليه وعملت كده لما لقيتك صعبت عليا، لما حسيت انك راجل طيب؟ انا مش طيب، انا قاتل وهقتلك. لو قربت مني هصرخ والم عليك الدنيا، ومش هتلحق تعمل حاجه والبوليس هيقبض عليك. عرفته من سنتين، عشنا قصه حب. الشقه دي مأجرها مفروشه باسمه، وعدني بالجواز، لكن اخيرا اكتشفت انه متجوز. لما واجهته اعترف لي انه بيحب مراته ومش ممكن يضحي ببيته واولاده عشان يتجوزني. في الليله دي خرجنا من الشقه عشان يوصلني بعربيته السودا. العربيه السودا؟ كنت سايرة عليه جدا، كنت عمالة أصرخ واتخانق، وهو كمان كان عصبي قوي. وفجأة شفت قدام العربية شخصين، صرخت، لكن صرختي ضاعت في وسط صرخكم وصوت الفرملة العالي. حاولت أقوله يوقف العربية عشان ينقذكم، رفض، هرب. يعني كنت راكبة معاه ساعة الحادثة؟ ايوه. وبعدين طلب مني ما اتكلمش خالص عن الحادثه. قلت له انا مستعده اعمل اي حاجه بس تنفذ وعدك وتتجوزني. ساعتها ضحك باستهتار وسخافه وفهمني اني بالنسبه له مرحله وانتهت، مجرد لعبه قدر يلعب بيها شويه لغايه ما يزهق منها ويكسرها. عشان كده قتلتيه؟ كان لازم اقتله وفي نفس الوقت ابعد الشبهة عني. طب وليه اخترتيني انا بالذات؟ عشان عندك الدفع لقتله، بس كنت خايفة، خايفة لو كنت شفتني معاه وانا في العربية. لكن لما جيت لك اول مرة اتأكدت انك ما تعرفنيش. انت اللي نصبت الفخ ده كله عشان تصدني فيه؟ ايوه، انت الصيد وانا الصياد. ايه هتعملي ايه؟ هقتلك واقول انك اتهجمت عليا في بيتي وقتلتك دفاع عن النفس. تقتليني انا كمان؟ انا عملتلك ايه؟ عشان عرفت الحقيقه ولازم تسكت للابد. طب مش كفايه قتلت واحد؟ ما تخليهمش اتنين. اللي قتل أول مرة
سهل عليه يقتل تاني وتالت، خصوصا اذا كان المقتول متهم زيك بجريمه قتل. الحقوني